السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة معلش هيكون طويل شوية، سامحوني. هتكلم فيه معاكو على منتجات انا اشتريتها وندمت ان انا اشتريتها. بصراحة اول منتج هكلمكو عنه هو منتج حاجتين يجوا مع بعض من شركة وان سيل، او اسم المنتج وان سيل. المفروض ان ده منتج معمول علشان يفرد الشعر. الكريم زي ما انتوا شايفين كده، العلبة اللي قد دي ممكن تكفي شعر متوسط الطول 3 مرات استخدام. المفروض ان هو في خلال 30 ثانية بيخلي الشعر مفرود وحلو وكل الحاجات اللي تتقال دي عنه، وكل حاجة مشروحة على العلبة. وتاني حاجة بتيجي معاها هي الشامبو او المثبت بتاع الشعر، برضو بيبقى كل حاجة موصوفة على العلبة او الازازة، مفيش اي مشكله. المشكله فين؟ ان انا لما استخدمت الكريم ده من اول استخدام شعري بدأ يقع. فللاسف المنتج ده انا منصحش بيه ابدا، ده غير ان هو غالي جدا جدا جدا. تاني منتج عايز اكلمكم عنه هو المنتج اللي شفنا له اعلانات كتير جدا، هو تريزمي الـ7 ايام اللي بيفرد الشعر. ولا اي حاجه، المجموعه كلها طبعا، انا بس اللي فاضل عندي الزيت دي انا خلصتها لاخرها. ولا اي حاجه، اول مره بس اول استخدام بتحس ان شعرك مفرود، بس بعد شويه شعرك بينشف. مهما عملتي كريمات، مهما عملتي اي حاجه علشان شعرك يرجع زي ما كان، مفيش اي حاجه بتحصل. وبرده المنتج ده غالي وعلى الفاضي. وانسل تقريبا كان ب200 وحاجه، وتريزمي كان تقريبا ب50 جنيه. يعني منتجات غالية جدا والناس بتشكر فيها، وقلت لكم قبل كده في فيديو قبل كده ان المنتجات الغالية مش لازم تكون حلوة. الخلاصة ان مش كل منتجات الفرد اللي بنشوفها في الاعلانات ممكن تكون حقيقية، بالعكس ممكن يكون فيها نصب كتير. عشان كده دي نصيحتي ليكم، وده كانت تجربتي انا الشخصية، واتمنى انها تفيدكم. ويا رب اشوفكم دايما دايما على خير، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.